على أبواب المنطقة الخضراء ينادون: هل من مستجيب؟ مجموعة من المتقاعدين يتجمهرون من مختلف المحافظات بتظاهرة في بغداد احتجاجاً على عدم إنصافهم، يطالبون بتفعيل المواد القانونية التي تم تشريعها ولم تنفذ ورفع الحد الأدنى لرواتبهم. إحنا متقاعدين العراق كافة، جميع الأصناف، المدني، العسكري، المعوق، الأرملة، المستفيد، الجيش السابق، الجيش الحالي، جايين نطالب بحقوق أقرها البرلمان. ما يقولون آبائنا شردون بهالشمس هذا، آبائنا شردون، آباكم مرضى، 500,000 على صعدة سعر الدولار، صرف الدولار صار ب 350 دينار تقريبا الراتب. أنا بالنسبة لي تركت الشاي ما عندي فلوس، تركت الجقاير ما عندي فلوس، ظلينا نجدي، ما يصير هالشكل هذا. المتقاعد 44 سنة ياخذ راتب 495,000 دينار. مرارة عيش دفعت هؤلاء المسنين لمحاولة الدخول إلى المنطقة الخضراء، ثم قطعوا جسر الجمهورية لفترة قصيرة، أفعال أقدموا عليها علها تجعل الجهات المعنية من منظارهم تلتفت لتظاهرتهم التي ستستمر كرتها بالتدحرج كما يقولون لحين تحقيق مطالبهم. أنا 150 آخر 580 راتبي 550,000 وهذا في كارت بجيب، والله 150,000 المنططية المنططية يا عالم، يعني هيك احنا مستمرين، لأن هاي المظاهرة تكررت عدة مرات، وعدونا بتنفيذ المطالب اللي احنا رايديها وماكو تنفيذ. من أكمل الخدمة الوظيفية أضحى يفترش الطرقات بحثاً عن حقوقه، حقوق بحت حناجرهم من أجلها ولكن دون جدوى. ما يعيشوه من معاناة أجبرتهم على الخروج من أجل حقوقهم، ينادون بمطالبهم علهم يجدون من يستجيب. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.